بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب اسمحوا لي النهاردة نبتدي مع بعض فيديو جديد من سلسلة فيديوهات الجزء العملي الخاص بالفرقة الأولى، ألا وهو الرسومات والصور الخاصة بالجزء بتاع الكونكتيف تيشو. ونبتدي مع بعض بأول حاجة في الكونكتيف تيشو، ألا وهي أنواع الفايبرز اللي عندنا، وأول نوع اللي هو عبارة عن الكولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز يا شباب لما أجي أصبغ العينة بتاعته بالهيماتوكسين وإيوسين، أول حاجة هتلفت نظري إيه؟ لونه. بلاقي لونه إيه؟ بامبي، بيبقى أسيدوفيليك. وأخدنا إحنا في النظري هو ليه الكولاجين فايبرز بيظهر باللون البامبي. تاني حاجة يا شباب، بلاقي إن الكولاجين فايبرز ده بيبقى ماشي في حزم، يعني أنا كل ده عندي دي عبارة عن حزمة. الحزمة دي مكونة من مجموعة من الفايبرز، من مجموعة من الألياف. فإذا أنا عندي دي حزمة ودي حزمة ودي حزمة ودي حزمة، كل حزمة مكونة من مجموعة من إيه؟ من الألياف اللي لونها بامبي. و لو جيت سألتني طب ايه يا دكتورة ايمان الحاجات المبططة دي اللي لونها فايلوت، دي عبارة عن انوية بتاعة خلايا هنعرفها بعد شوية. يبقى اذا الكولاجين فايبرز بيتعرف ان لونه عبارة عن الياف لونها بامبي، بتبقى ماشية دايما في ايه؟ في حزم. طيب ناخد مع بعض النوع التاني من الفايبرز اللي هو عبارة عن الريتيكولار فايبرز. والريتيكولار فايبرز دي فايبر عشان تتشاف بتتسبغ بصبغة خاصة بقول عليها السيلفر ستين. والسيلفر ستين دي أخدناها قبل كده صح ولا غلط؟ أخدناها مع إيه؟ أخدناها مع الجولجي، أخدناها مع الميتوكوندريا، وآدي بناخدها كمان مع إيه؟ مع الريتيكولار فايبرز. وخلي بالكم بالرغم إن الريتيكولار فايبرز ده نوع من أنواع الكولاجين، كولاجين تايب 3، إلا إن هو ما بيتشافش بالهيماتوكسين إيوسين. وده ليه؟ علشان الريتيكولار فايبر بيكون من جلايكوبروتين، والجلايكوبروتين ده ما بيتصبغش بالاتش ان دي، فدايما بيتعزلوا ايه؟ صبغه خاصه الا وهي السيلفر ستين. طيب هشوف الفايبرز دي عباره عن ايه. الفايبرز دي او الريتيكولار فايبر بتبقى فايبرز بتبقى قصيره ورفيعه ومتفرعه بالمنظر ده. ادي بصوا اهي، قصيره اهي ورفيعه ومتفرعه بالمنظر ده، فبتيجي الفروع بتاعها وتمسك في بعض بالمنظر ده فتعمل لك منظر ايه؟ شبكه زي ما احنا شايفين، عشان كده اتسمت ايه؟ الألياف الشبكية. طبعا الألياف دي بيبقى لونها ايه؟ بيبقى لونها بني بما انها بتتسبغ بالايه؟ بالسيلفر ستين. النوع التالت من الفايبرز عندنا اللي اسمه الإلاستيك فايبرز. والإلاستيك فايبرز ده شباب بيبقى موجود في شكلين. اول منظر ان هو بتبقى عبارة عن فايبرز طويلة ورفيعة ومتفرعة كده في نهايتها، عاملة زي حرف الواي، زي حرف الواي بالانجلش اهي، طويلة اهي رفيعة ومتفرعة زي حرف الواي في نهايتها. او ساعات بتبان كانها ايه؟ كانها شكل واخده شكل الزجزاج، عارفين الزجزاج اهو، او اللي هو الاستيك بتاع البنطلون المدكك، نفس المنظر كده بالظبط. ادي كده منظر الايه؟ الزجزاج او الاستيك المدكك. والفايبرز دي بتبقى موجوده كده جنب بعض وفي صفوف متوازيه، بقول عليها بتبقى مترصصه في ايه؟ بارالل ميمبرينز، ودي زي اللي موجوده في الجدار بتاع الاوعيه الدمويه زي مثلا شريان بتاع الاورطه. خلينا اقول لك برضو ان الاستيك فايبرز ده بيتصبغ بثلاث صبغات. اول واحده اللي هي عباره عن الهيماتوكسين والايوسين، وهنا الفايبرز بتبان ايه؟ لون فاتح قوي، يعني بتاخد كده لون بينك فاتح قوي. عشان اشوفها كويس بصبغها بصبغتين تانيين، واحده منهم اسمها الاورسين ستين، والصبغه دي بتصبغ لي الفايبرز باللون البريك ريد او اللي هو بقول عليه الاحمر الطوبي، الاحمر القاتم. ادي يا شباب شايفين الفايبرز المزجزجه، شايفينها اهي بالظبط زي ايه؟ زي استك البنطلون المدكك. او اصبغها بصبغه تانية اسمها الفي في جي، ودي بتصبغ لي الفايبرز باللون الدارك فايلوت، البنفسجي الغامق. اتفقنا كده؟ احنا خلصنا انواع الفايبرز الموجوده في الكونكتيف تيشو، ونروح على انواع الخلايا. وخلي بالكم كل خليه من خلايا الكونكتيف تيشو بتبقى فيها حاجه بتميزها، سواء كانت شكل الخليه الخارجي، شكل النواه، محتوى السيتوبلازم، واللون بتاعه. فناخد اول خليه عندنا اللي هي الفايبروبلاست. الفايبروبلاست لما اجي اشوفها بالهيماتوكسين ايوسين بعرفها ازاي؟ خليه شكلها مغزلي، بيبقى ليها بروسيسز، النواه بتاعتها كبيره وبيضاويه ماشيه مع المحور الطولي بتاع الخليه، والنيوكليس او النواه بتبقى فاتحه لانها خليه اكتف.
تعال بص على السيتوبلازم وضعه ايه. بقول ان السيتوبلازم بتاعها بيبقى داركلي بيزوفيليك، يعني بنفسجي غامق جدا. تعال ترجم لي الكلام ده على الالكترومايكروسكوب. ادي خليه هي كبيره مغزليه، النواه بتاعتها كبيره بيضاويه مطوله وبتبقى فاتحه. السيتوبلازم مليانه على عينه، على عينه بمين؟ بالراف اندوبلازميك ريتيكولم. عرفتوا منين؟ الانابيب يا شباب المفلطحه اللي السطح الخارجي بتاعها عليه حبيبات غامقه، الا وهو الاتاتش درايبوزوم. يبقى كل ده ها عباره عن مين؟ عباره عن الراف اندوبلازميك ريتيكولم بتاعي. اتفقنا يا شباب؟ طيب تاني خلية عندي اللي هي ماست سيل. الماست سيل ايه اللي بيميزها؟ خلية بتبقى مدورة والنواة بتاعتها بتبقى مدورة والحد ما يعني بتبقى ايه في النص. تعال بقى بص على السيتوبلازم، هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه مليان على عينه بجرانيولز لونها فايلوت، اللي هي الجرانيولز اللي بتحتوي على الهستامين والهيبارين. ده منظر الماست سيل لما صبغها بليماتوكسين وإيوسين. والله ليها صبغة تانية الماست سيل، صبغة اسمها توليدين بلو. لما باجي أصبغ بيها الماست سيل المفروض إنها بتصبغ الجرانيول، فاجي أبص على منظر الجرانيول المفروض إن هو بيبقى لونه أزرق زي لون الصبغة، إلا أن هنا بلاقي إن الجرانيولز واخدة لون محمر محمر. فهذه الخاصية بنقول عليها الميتاكروميزيا. يعني ميتاكروميزيا يعني ان الجرانيولز بتاخد لون غير لون الصبغة، واحنا شرحنا في النظري وقلنا ليه بتاخد لون غير لون الصبغة. يبقى اذا الماست سيل ليها صبغتين، ها لما اشوفها باللايت مايكروسكوب، واحدة منهم الهيماتوكسين يوسين والتانية التوليدين بلو. طب تعالى نترجم الكلام ده بالالكترومايكروسكوب. بعرف الماست سيل منين؟ ادي خليه اهي لحد ما كبيره مدوره، النواه بتاعتها مدوره وفي النص، والسيتوبلازم مليان على عينه بمين؟ ها مين الكور السوداء المتجانسه دي؟ السكريتوري جرانيولز اللي بتحتوي على الهستامين والهيبارين. ناخد خليه تانية اللي هي عباره عن البلازما سيل. البلازما سيل بعرفها منين لما اجي اصبغها بالهيماتوكسين ايوسين؟ بلاقيها خليه كبيره في الحجم، بيضاويه لحد ما. تعال شوف كده النواه بتاعتها مالها؟ كبيره، وبقول عليها اكسنتريك. يعني ايه اكسنتريك؟ يعني تزقد من مركز الخليه، بعدت عن السنتر بتاع الخليه ناحيه كده طرف الخليه. والنواه بتاعتها بتبقى مميزه في الشكل. بصوا المنظر ده عامل ازاي. بص بقول عليه شبه ايه؟ ها عجله العربيه الحنطور، الكارت ويل ابييرنس بتاع النواه. المنظر ده جه منين؟ ده يا شباب الغشاء الخارجي بتاع النواه اللي في النص دي، النوايه النيوكليولس. بتلاقي ان الهيتروكروماتين بيطلع من غشاء الخليه ناحيه النيوكليولس كده، عامل زي التلال، كانه تلال كده، تلال تلال، فبيدي منظر بقول عليه الكارت ويل ابييرنس او عجله العربيه الحنطور. والمنظر ده اكسكلوسيف حصريا، مش هتشوفه غير في النواه بتاعه البلازما سيل. تعالى بص كده على السيتوبلازم، هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه بنفسجي غامق دارك بيزوفيليك، وهتلاقي ان ها حوالين النواه في جزء فاتح كده. الجزء الفاتح ده بنسميه النيجاتيف جولجي ايمج، اللي هو الجزء اللي بيحتوي على الجولجي، بس زي ما قلنا ان الجولجي ما بيتصبغش بالهيماتوكسين وايوسين، فبيسيب ايه؟ بيسيب منطقه فاتحه حوالين النيوكليس. نترجم الكلام ده بالالكترومايكروسكوب. ادي يا شباب البلازما سيل، عرفتها منين؟ ها منظر النواه، ها كارت ويل ابييرنس، عجله العربيه الحنطور جت منين؟ ادي النوايه في النص اهي، ادي غشاء النواه. بصوا الهيتروكروماتين طالع كانه ايه؟ تلال كده ممتد من غشاء النواه ناحيه، ماشي ناحيه ايه؟ النيوكليولس زي التلال، فمدي منظر الكارت ويل ابييرنس. تعال شوف السيتوبلازم ماله هنا؟ مليان على عينه بالانابيب المفلطحه المتوازيه اللي السطح الخارجي بتاعها ماله خشن، عليه حبيبات غامقه اللي هو الراف اندوبلازميك ريتيكولم. اتفقنا يا شباب؟ نشوف خلية تانية اللي هي الماكروفيج. ايه اللي بيميزها؟ والله الماكروفيج لما اجي اصبغها بليماتوكسين ايوسين بلاقيها خلية شكلها غير منتظم. وليه غير منتظم؟ لان زي ما هنشوف بالالكترومايكروسكوب ان هي بتمد سودوبوديا اقدام كاذبة، عشان ايه؟ اثناء عملية الفاجوسايتوزيس. تاني حاجة النواة بتاعتها وضعها ايه؟ النواة بتاعتها بقول عليها بتبقى كيدني شيب، يعني شبه الكلية كده او شبه الفولة، وبتبقى اكسنتريك. اكسنتريك ان بوزيشن يعني ايه؟ زي البلازما سيل، يعني اتزقت من السنتر ناحية طرف الايه؟ الخلية.
طيب السيتوبلازم هي توكسين ايوسين بيبقى ايه؟ بيبقى بينك بامبي. ليه بامبي؟ لان الماكروفيجي دي مليانه على عينها باللايزوزوم، واللايزوزوم ده متحوط بغشاء، والغشاء ده بيتكون من بروتين، والبروتين ده بيتكون من ها بيزك امينو اسيد، زي معظم الامينو اسيد اللي في جسمك بتبقى بيزك امينو اسيد، فعشان كده بتاخد الايوسين ستين فبتظهر السيتوبلازم باللون البينك. ترجم الكلام ده بالإلكترومايكروسكوب هتلاقي ايه؟ هتلاقي خلية سطحها غير منتظم نتيجة انها بتمد سودوبوجيا، هتلاقي النواة بتاعتها الكيدني شيب الإكسنتريك اللي مزقوقة من السنتر، هتلاقي السيتوبلازم مليان على عينه، على عينه بايه؟ ها بص كده، ايه الحاجات دي؟ ايه الحاجات دي اللي شكلها كده غير متجانس؟ تحس كده كأنها سودة وحواليها كده هلو كده جري شوية، ها في منها ابيض في اسود، ها بص المنظر، ايه الحاجات دي؟ ايه الحاجات دي يا شباب؟ دي عبارة عن ايه؟ ايه الحاجات دي؟ ايه الحاجات دي اللي فيها اسود وابيض؟ الحاجات دي عبارة عن اللايزوزومز الكتيرة اللي موجودة في السيتوبلازم بتاع الماكروفيج واللي بيساعدها في الفاجوسايتوز. نروح على خلية تانية عبارة عن الفات سيلز أو الخلايا الدهنية، وزي ما احنا خدنا ان الفات سيلز نوعين، نوع بقول عليه يوني لوكيلر فات سيل، واليوني لوكيلر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلية كبيرة في الحجم بتبقى مدورة، بس لما بتبقى زحمة كتيرة ومزنقة على بعض بتبتدي انها تاخد شكل ايه؟ البوليجونال المضلع. ليه مضلع؟ لانها ابتدت ان هي تزنق كده ايه على بعض. الخلية دي بتلاقي ان جواها في سينجل لارج ليبيد دروبلت، يعني ليبيد دروبلت واحدة كبيرة واخدالك السيتوبلازم كده لحسابها، وزي ما احنا خدنا ان الدهون بتدوب لما اجي احضر العينة بالهيماتوكسين ايوسين نتيجة لاستخدام مذيب عضوي، فلما بتدوب بتسيب لك كده منظر ها في السيتوبلازم كأن السيتوبلازم ده فاضي، بس هو مش فاضي، هو في ليبيد دروبلت اللي ايه اللي دابت. الليبيد دروبلت الكبيره دي بتعمل ايه؟ بتيجي تزق لك النواه ها لحرف الخليه، فالنواه تبقى مبططه مفلطحه، وكمان النواه دي اللي اتزقت تيجي ترفع غشاء الخليه فوقيها، فتدي منظر كده ها بقول عليه سيجنت رينج ابييرنس. يعني ايه سيجنت رينج ابييرنس؟ يعني منظر كده شبه الخاتم، كان ده كده الحلقه بتاعه الخاتم، وكان ده الفص المرفوع بتاع ايه؟ بتاع الخاتم. طيب تعال نترجم الكلام ده بالإلكترومايكروسكوب، شكلها إيه اليوني لوكيلر فات سيل؟ خلية كبيرة في الحجم، كبيرة أهي زي ما أنت شايف، بتبقى إيه بيضاوية كده أو مدورة. بص السيتوبلازم فيه إيه؟ سينجل لارج ليبيد دروبلت، وإحنا خدنا قبل كده إن ليبيد دروبلت دي بالإلكترومايكروسكوب ممكن تبان بيضة، ممكن تبان جري، وممكن تبان سودة، على حسب إيه؟ على حسب درجة التشبع بتاعة الفاتي أسيد أو الأحماض الدهنية اللي موجودة فيها. بص النواة وضعها ايه؟ اهي النواة مفلطحة، اهي اتبططت نتيجة ان الليبيد دروبلت بططتها، والنواة طبعا بتبقى ايه؟ بتبقى بريفرال. بص يا دوبك اللي فضل في السيتوبلازم ايه؟ ها شوية اورجانيلز بساط خالص اهم، اللي منهم مين دي؟ الميتوكوندريا. اتفقنا؟ النوع التاني من الفات سيل اللي بقول عليه المالتي لوكيلر فات سيل، المالتي لوكيلر لما اجي اصبغه بالهيماتوكسين ايوسين هيبان ايه؟ ادي الخلية بتاعتي ها حجمها اصغر من اليوني لوكيلر. تاني حاجة ها وضعها ايه؟ خلية مدورة، النواة بتاعتها بتبقى مدورة وفي النص، والسيتوبلازم بيبقى فيه كذا ليبيد دروبلت فيه، عشان كده اتسمى مالتي لوكيلر، كذا ليبيد دروبلتس موجودة فيه. الليبيد دروبلتس كالعادة بتدوب، فبتسيب لي منظر كده في السيتوبلازم عامل زي منظر ايه؟ فائع الصابون، منظر الفوم. اتفقنا؟ تعالوا نترجم بالإلكترومايكروسكوب. ادي الخلية بتاعتي يا شباب المالتي لوكيلر، عرفتها منين؟ ها فيها كذا مالتيبل ليبيد دروبلت اهي، شايفينها اهي اهي لونها كده اوف وايت كده شوية. في حاجة تانية لفتة نظري؟ في حاجة تانية لفتة نظري، النواة بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى مدورة مش مفلطحة زي بتاعت مين؟ زي بتاعت اليوني لوكيلر. النواة في السنتر بتاع الخلية مش ها في البريفري زي مين؟ زي اليوني لوكيلر. في حاجة تانية انا شايفاها، ايه الحاجات الكتيرة المليالي السيتوبلازم ده؟ ايه ده؟ مين دي؟ مين دي اللي فيها حاجة جوه كده عاملة زي الصوابع اللازقة ببعض؟ مين دي؟ الميتوكوندريا الكتيرة ها بالكريستي الكتيرة بتاعتها اللي موجودة في المالتي لوكيلر، واللي قلنا فايدتها هنا ايه؟ انها بتنتج حرارة علشان ايه؟ علشان تدفي ايه؟ الجسم. اتفقنا شباب؟
كده احنا خلصنا الانواع المختلفه من الخلايا، ونروح بعد كده على الانواع المختلفه من الكونكتيف تيشو. واول نوع عندنا اللي هو الميكويد كونكتيف تيشو. الميكويد كونكتيف تيشو يا شباب ايه اللي بيميزه؟ اول حاجه الميكويد كونكتيف تيشو ده بيبقى موجود في الامبلايكال كورد في الحبل السري، ده مقطع كده عرضي في الحبل السري. الحبل السري ده بيتكون من ايه؟ الحبل السري ده يا شباب بيكون موجود فيه ثلاث اوعيه، ثلاثه بلاد فيسلز. ما بين الاوعيه دي الجزء ده كله ده الارضيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الميكويد كونكتيف تيشو. انا هاخد جزء من الارضيه دي واكبرها وابص عليها، هلاقي ايه؟ هلاقي اول حاجه انها بتتكون من خلايا اللي هي عباره عن الانديفرنشيتد ميزينكايمال ستيم سيلز، واللي شكلها بيبقى شبه النجمه كده وليها بروسيسز، او بتاخد شكل كده مغزلي شبه الفايبروبلاست. البروسيسز بتاعتها بتتشابك مع بعض فتعمل لك زي ايه؟ زي شبكه. تاني حاجه بتميزها ان الجراوند سبستنس او الارضيه بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى صافيه، عامله زي السماء الصافيه، وكميتها كبيره، فبقول عليها بتبقى اباندنت يعني كتيره، وبتبقى ايه؟ هوموجينس بيل بيزوفيليك، يعني بتبقى كده بيل بيزوفيليك وبتبقى متجانسه، عامله كده زي السماء الصافيه. وزي ما قلنا ان انا هنا بيبقى فيه عندي كولاجين فايبرز لكنه ما بيبانش لانه له نفس معامل الانكسار بتاعه مين؟ بتاعه الجراوند سبستنس. نروح على نوع تاني اللي هو عباره عن اللوز اريلر كونكتيف تيشو. واللوز اريلر مقصود بايه؟ ان انا المكونات بتاعته ها لوز، يعني ايه لوز؟ يعني مش دنس، يعني مش لازقه ببعض، يعني مكوناته بعيده عن بعض، مش متكربسه في بعض، سايبه مسافات ما بينها وما بين بعضها. عشان كده الارضيه بتاعتي انا قادره اشوفها واميزها كويس جدا. طب ايه المكونات بتاعتي؟ انا في عندي كل انواع الفايبرز موجوده، بس انا هنا صبغه بالهيماتوكسين ايوسين، فبالتالي اللي هيبان الكولاجين والالاستيك، لان الريتيكولار ما بيبانش بالاتش اند اي. فالكولاجين انا بعرفه منين؟ ها عباره عن الفايبرز اللي لونها بينك بتاعتي والتخينه شويه. الالاستيك فايبرز بعرفها منين؟ ها ان هي عباره عن الفايبرز الرفيعه الطويله اللي ايه؟ اللي متفرعه كده عامله زي ايه؟ زي حرف الواي، زي ما اتفقنا اللي هي دي الطويله رفيعه متفرعه زي حرف الواي، زي ما ايه؟ زي ما اتفقنا. تمام، يبقى لما اشاورك على الرفيع دي الاستيك، وعلى التخين ده الكولاجين. طيب ايه بقى الحاجات المدوره دي؟ دي عباره عن الكونكتيف تيشو سيلز المختلفه اللي موجوده في اللوز اريلر. اتفقنا يا شباب؟ المنظر ده كده كأنه بالظبط زي شبكة، ها الشبكة دي بتبقى ايه؟ ها بتبقى لوز، بتبقى مكوناتها بعيدة عن بعض. نروح على نوع تاني اللي هو عبارة عن الدنس الريجولار كونكتيف تيشو. والنوع ده من اسمه دنس عكس اللوز، يعني ايه؟ يعني مكوناته لازقه ببعض، لازقه ببعض، عشان كده سميناه دنس. وتسمى ليه الريجولر؟ ها لان النوع ده بيتكون من كولاجين فايبرز. عرفت منين دي كولاجين فايبرز؟ اهي عباره عن الياف لونها بينك، اهي ماشيه في حزم، بس الحزم دي مالها؟ غير منتظمه، ماشيه في كل الاتجاهات. فعشان كده بقول ان النوع ده اسمه دنس الريجولر كونكتيف تيشو. كولاجين فايبرز لونه بامبي في حزم، الحزم دي ماشيه في كل الاتجاهات بطريقه غير منتظمه وبتبقى مزنقه في بعض. ايه الانويه دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن الانويه بتاعه الفايبروبلاست اللي هتكون لي مين؟ الكولاجين فايبرز. ده المنظر بالهيماتوكسين يوسين. بس خلي بالك ان الكولاجين فايبرز له صبغتين تانيين، واحده منهم اسمها الماسونز ترايكروم، ودي بتصبغ لي كولاجين فايبرز باللون الجرين، باللون الاخضر زي ما انت شايف اهو، حزم ها لونها اخضر ملزقه ببعض ماشيه بطريقه غير منتظمه. ولو صبغه تانية اسمها المالوري ستين، ودي بتصبغ الكولاجين باللون البلو الازرق، فادي برضو الحزم بتاعتي ها الايه اللي لازقه ببعض وماشيه بطريقه غير منتظمه. طيب النوع اللي بعد كده اللي هو عباره عن الدنس ريجولار كونكتيف تيشو، او اللي بنسميه الوايت فايبرس كونكتيف تيشو. النوع ده من اسمه دنس زي النوع التاني، يعني مكوناته لازقه ببعض، لازقه ببعض لدرجه ان انا ما بشوفش تقريبا الارضيه بتاعتي، او بشوف منها بص خيوط رفيعه خالص. ريجولار يعني ايه؟ يعني عكس النوع التاني. يعني ايه؟ يعني النوع ده برضو بيتكون من كولاجين فايبرز،
تمام. الكولاجين فايبرز باللون البينك ماشيه في حزم، ادي حزمه وادي حزمه وادي حزمه، بس الحزم دي بتبقى ايه؟ ماشيه بطريقه منتظمه، بتبقى متوازيه لبعض بالمنظر ده، ماشيه في ايه؟ ماشيه في اتجاه واحد فقط. يبقى اذا عندي كولاجين فايبرز ماشي بباندلز لونها بامبي، الباندلز دي ماشيه بطريقه منتظمه متوازيه لبعض. هتقول لي ايه الانويه المبططه دي؟ ها اللي ماشيه ما بين الحزم دي الانويه بتاعت مين؟ بتاعت الفايبروبلاست اللي بتعمل لي كولاجين فايبرز. النوع اللي بعد كده من الكونكتيف تيشو اللي بقول عليه الريتيكولار كونكتيف تيشو، وطالما ريتيكولار يبقى معنى كده ان في ريتيكولار فايبرز، يبقى معنى كده هيتسبغ برضو بالسيلفر ستين. يبقى اذا انا هشوف ايه المنظر اللي شفته قبل كده؟ هشوف في هنا ها عندي ايه؟ عندي فيه ريتيكولار سيلز وفايبرز اهي اهي عاملين مع بعض ايه؟ شبكه 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 لونها بني. فاذا انا عندي الخلايا بتاعتي اللي هي ريتيكولار سيلز شبه النجمه كده وليها بروسيسز ماسكين في بعض كده مع الفايبرز، فعامله لي شبكه لونها بني لونها بني. ايه الحاجات اللي ما بين الشبكه دي؟ دي عباره عن الخلايا بتاعت الاورجانز اللي بتيجي الشبكه دي ايه؟ تدعمها. اتفقنا يا شباب؟ النوع اللي بعد كده اللي هو عبارة عن الأديبوز كونكتيف تيشو، وزي ما الأديبوز سيلز فيها نوعين يوني لوكيلر ومالتي لوكيلر، برضو الأديبوز كونكتيف تيشو فيه نوعين يوني لوكيلر ومالتي لوكيلر. ناخد الأديبوز كونكتيف تيشو اللي هو عبارة عن اليوني لوكيلر تايب، اللي بيكون من اليوني لوكيلر فات سيلز اللي احنا لسه ايه حكينا عليها من شوية، وقلنا ان اليوني لوكيلر فات سيلز دي خلية كبيرة في الحجم، ها بتبقى بيضاوية أو مدورة، بس لما بتيجي تتجمع مع بعض كده تقوم جاية ضغط على بعض فيبقى شكلها لحد ما إيه مضلع بالمنظر ده. الخلية دي السيتوبلازم بيبقى فيه سينجل لارج ريبيت دروبلت، بتعمل إيه ريبيت دروبلت دي؟ بتزق لك النواة على الحرف فتبططها وتاخد منظر شكل أو شكل الخاتم. ده الكلام اللي احنا قلنا عليه بالهيماتوكسين والإيوسين. طب افرض انا عايز اشوف الليبيد دروبلت دي، هعمل ايه؟ هصبغ بصبغه خاصه اسمها الاوزميك تيتروكسايد اللي خدناها، الصبغه اللي كانت بتصبغ الفات دروبلت لما خدنا في الانكلوجن بتاعه السل، وقلنا ساعتها ان الصبغه دي هتصبغ لي الفات دروبلت باللون ايه؟ باللون الاسود الاسود. فاذا المنظر دي عندي عباره عن ايه؟ هي دي عباره عن الايه؟ اليوني لوكيلر فات سيل، بس انا هنا ما بشوفش اي حاجه بالصبغه دي غير فقط الليبيد دروبلت اللي موجود جوه النوع ده من ايه؟ من الخلايا. اتفقنا يا شباب؟ النوع التاني اللي هو عبارة عن المالتي لوكيلر اديبوز كونكتيف تيشو، واللي قلنا ان هو بيتكون من ايه؟ ها من مالتي لوكيلر فات سيلز، خلية بتبقى مدورة حجمها اصغر من اليوني لوكيلر، النواة بتاعتها بتبقى مدورة وفي النص، والسيتوبلازم بيبقى فيه مالتيبل ليبيد دروبلت اللي هي بتدوب بالاتش اند اي، فبتسيب منظر زي منظر ايه قلنا؟ فاقيها الصابون. اتفقنا يا شباب؟ كده احنا خلصنا، ونروح مع بعض على الأسئلة ونقول Identify the opposite cell. جالك خلية زي كده في الامتحان وبيسألك عليها، أفكر في الحاجات اللي بتميز كل خلية. الشكل الخارجي بتاعها مميز؟ آه والله دي شكلها غير منتظم زي ما تكون كده مادة بروزات، ممكن دي تبقى سودوبوجيا أو أقدام كاذبة. طيب في حاجة بتميز النواة؟ آه النواة بتاعتها كيدني شيب وبتبقى إكسنتريك. في حاجة بتميز السيتوبلازم؟ آه والله ده في دوائر كده بيضة وسودة وجري، يبقى دي عبارة عن اللايزوزوم. يبقى التلاتة مع بعض كده كوكتيل يعملوا لي وان باكج، ألا وهي مين يا شباب؟ ألا وهي الماكروفيج. بص إزاي فكرنا؟ طيب تعال على السؤال التاني، ودايما في الامتحان خد بالك هو بيسألك على إيه بالظبط، اقرأ راس السؤال. هنا بيقول لك identify the photo and the pointed structure، يبقى الصورة اللي قدامي هفكر فيها ازاي؟ اول حاجة تلفت نظري ايه؟ صورة لونها بامبي بامبي، يبقى انا على طول افكر في مين؟ في الكولاجين في الكولاجين. اذا الكولاجين عندي ابص عليه كده ماشي ازاي؟ ماشي في حزم، حزم ماشية في كل الاتجاهات ها، ولا حزم ماشية ها بطريقة منتظمة متوازية لبعض؟ لا والله حزم ماشية بطريقة منتظمة متوازية لبعض. يبقى إذن ده عبارة عن الدنس ريجولر كونكتيف تيشو أو الوايت فايبرس كونكتيف تيشو. بيسألك كمان على البوينتد ستراكتشر، شاور لك على إيه هنا؟ على الأنوية المبططة بتاعة مين؟ بتاعة الفايبروبلاست.
نشوف السؤال اللي بعد كده. Identify the opposite cell and the point structure. نفكر مع بعض. خلية ها مدورة حجمها لحد ما كبير، النواة بتاعتها مدورة وفي النص، السيتوبلازم بتاعها مليان على عينه بإيه؟ بالكور السودة المتجانسة، كور سودة متجانسة، يبقى دي عبارة عن secretory granules. يبقى أنا هنا بتكلم عن الماست سيل، وإيه بيشاور هنا على إيه؟ على secretory granules بتاعتها. اتفقنا شباب؟ نشوف مع بعض السؤال ده. Identify the photo and the pointed structure. ايه المنظر اللي قدامي ده؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن شبكة ها من الالياف. ايه الالياف دي؟ في الياف تخينة والياف كده رفيعة ها واخدة شكل ايه؟ حرف الواي. وهنا عندي ايه؟ مجموعة مختلفة من الخلايا. الشبكة دي فضفاضة، المكونات بتاعتها بعيدة عن بعض، بحيث ان انا ادرك كويس قوي اميز الارضية بتاعتي. يبقى النوع ده الفضفاض اللوز اريلر كونكتيف تيشو، ومشاور لك هنا على ايه؟ على الفايبرز الطويلة العاملة زي حرف الواي اللي هي عبارة عن الاستيك فايبرز. نشوف السؤال بعد كده. Identify the opposite cell. حميز الخلية دي ازاي؟ بص كده على النواة، في حاجة مميزة؟ منظر بتاعة عجلة العربية الحنطور. ادي نيوكليولاس بتاعتي، ادي الكروماتين طالع كده ممتد من الغشاء ها كأنه ايه؟ تلال. حاجة تانية بتميزها؟ السيتوبلازم بتاعي مليان تيوبيولز، انابيب متوازية لبعض ها، السطح الخارجي بتاعها محبحب، في حبيبات سودة اللي هو مين؟ الاتاتش درايبوزوم، ويبقى ده الراف اندوبلازميك ريتيكولم. يبقى الاتنين مع بعض كوكتيل يعملوا لي وان باكج، الا وهي البلازما سيل. اتفقنا شباب؟ كده نبقى خلصنا. ثانك يو، ونشوفكم المرة الجاية في السكين ان شاء الله.